سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة القائد جدعون، الجزء الأول. أهلا وسهلا، أهلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا أولاد. الحمد لله كويسة، الله يخليكم. الحمد لله، مشتاقين للقصص الجميلة عشان نسمعها إن شاء الله. أنا سمعت يا خالتي صفية إنه كان في قائد اسمه جدعون، عايزين نعرف جدعون ده منه وعمل شنو بالضبط. ده كلام جميل يا سكينة. يا جماعة أنتم متذكرين شعب بني إسرائيل؟ أيوة. أها، بني إسرائيل ديل عملوا كل ما هو شر ومخالف لله، عشان كده الله وقعهم في يد شعب مدين 7 مرات، جاعوا وتعبوا فيها جدا. وبالمناسبة مدين دي كانت بتقع جنوب شرق أرض بني إسرائيل، وكانت بتتحرك فيها مجموعة كبيرة من الرحل. وأعداء بني إسرائيل المدينيين وحلفائهم اللي هم بني عماليق وبعض القبائل الشرقية الثانية، كانوا بيهجموا على بني إسرائيل كل سنة من ناحية الشرق، ويعسكروا في أرضهم ويطلفوا لهم كل زراعتهم في الأراضي الممتدة لغاية مدينة غزة، وينهبوا طعامهم ومشيتهم وحيواناتهم. أعداء بني إسرائيل ديل كانوا بيجوا داخلين لبلاد بني إسرائيل بمواشيهم وخيامهم عشان يخربوها، وكانوا من كثرتهم زي أسرى بالجراد، وجمالهم كانت كثيرة جدا ما بتتعدى. أهل مدينيين ديل اتسلطوا على بني إسرائيل وزلوهم وضايقوهم، لدرجة إنه بني إسرائيل بقوا بيدسوا في كهوف في الجبال وفي مغارات وفي مخابئ تانية. وبكل أسف بني إسرائيل اتزلوا غاية الزلة من أعدائهم ديل، عشان كده ولولوا ودعوا الله واستجاروا به، وعشان شكوتهم وصراخهم ده لله رسل لهم نبي، والنبي المرسل ده قال لهم: شوفوا يا ناس، الله قال لكم أنا أخرجتكم من مصر من ذل العبودية، ونجيتكم من بطش المصريين بواسطة عبدي موسى، وكمان نجيتكم من أيادي كل الناس تضايقوكم، وبعد ما طردتهم ليكم ملكتكم أرضهم. أنا أمرتكم وقلت لكم ما تعبدوا آلهة شعوب أرض الميعاد اللي ملكتكم لها وإنتم قيمين فيها دي، وإنما فقط أعبدوني أنا المولى إلهكم، لكن إنتوا عصيتوني وما سمعتوا كلامي. وبعد ذاك جملك مرسل من عند الله وقعد تحت شجرة البلوط اللي كانت في مدينة عفرة، وكانت قائمة في أرض مملوكة ليواش، وهو من عشيرة أبي عيزر. وكان جدعون ابنه بينقي في قمح في عصارة خمر عشان يدسه من أعدائه. الملك ده ظهر لجدعون، ولأنه كان جاي بنبوءة من الله، والنبوءة دي حتتحقق في المستقبل، عشان كده قال لجدعون: يا جدعون، الله معاك يا محارب يا شجاع. من فضلك يا سيدي، وأنا آسف إني أقول لك، لو كان الله فعلا معانا ليه حصل لنا كل الذل والمصايب دي؟ وين هي كل العجائب اللي كلمونا بها أجدادنا لما قالوا لنا إنه الله أخرجنا من مصر ونجانا؟ الحقيقة الله تركنا ووقعنا في قبضة المديانيين. الله بيأمرك ويقول لك اتحرك بشجاعة وانقذ بني إسرائيل من قبضة مديان. أنا رسلتك ووكدتك بالمهمة دي. يا سيدي كيف أنقذ بني إسرائيل؟ عشيرتي هي أقل عشائر منسة شانا، وأنا كمان أصغر واحد في عائلتي. الله بيقول لك أنا المولى الغدير حكون معاك، وحنضرب المديانيين ونبيدهم مهما كان عددهم، وكأننا بنضرب في رجل واحد. إذا كان الله راضي عني وريني علامة تدل على إنك أنت فعلا مرسل منه، وإنه بكلمني فعلا هسا. وأرجوك ما تمشي من هنا لغاية ما أرجع وأطبح ضحيتي وأقدمها لي الله. كويس، أنا حنتظرك لغاية ما ترجع. وجدعون دخل بيته وضبح ليه عتود، وخبز ليه كم كيلو من الدقيق، وعمل فطير، وخدت اللحمة وكب المرقة في الأواني المخصصة ليها، وجابه وقدمه تحت شجرة البلوط،
لكن الملك ما لمس الأكل وقال لي جدعون شيل اللحم والفطير وخطهم على الحجر الكبير وكب عليهم المرقة. وجدعون نفذ الأمر ده، والملك مد طرف العصاية اللي كانت في يده ومس بيها اللحم والفطير، وفي الحال ولعت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير. بعد كده الملك اختفى، ويدعون عرف إنه ده فعلا كان ملك مرسل من عند الله، عشان كده بكى وقال يا ربي وإلهي، أنا شفت الملك المرسل من عندك وجه لوجه، أنا خايف، أنا حاموت. وقلق ليه اطمئن وما تخاف، انت ما حتموت بسبب الحصل ده. وفي نفس الليلة ديك الله قال لي جدعون قوم اخذ تور ابوك ومعاه تور تاني عمره 7 سنوات، واهدم بيهم منصة عبادة البعل حقت ابوك، وكسر عمود عبادة الهة الشرك اشتاروس اللي جنبها، وابني منصة مناسبة لي انا المولى الهك فوق الحتة العالية دي، واخذ التور العمره 7 سنوات وقدمه محروق تقربا لي على خشبة العمود اللي حتكسره. جدعون فعلا نفذ كل ما أمره به الله بمساعدة 10 من عبيده، لكن خاف إنه يقوم بالعمل ده بالنهار. أولا لأنه كان خايف من عائلته، وكان خايف من أهل المدينة كمان، عشان كده عمل كل العمل ده بالليل، وقام بنى المنصة دي لتقديم الضبايح والتقرب لله سبحانه وتعالى، وسماها المولى هو الطمأنينة والسلام، والمنصة دي فضلت باقية لسنين عديدة. سكان القرية لما صحوا الصباح لقوا منصة البعل مهدومة والعمود اللي كان جنبها مكسر كمان، وشافوا بعض أجزاء التور المحروقة مقدمة على المنصة الجديدة، وكل واحد منهم سأل الثاني معقولة؟ معقولة يا أخوان؟ معقولة؟ يا جماعة والله شيء غريب، حاجة غريبة جدا، دي مصيبة، حاجة غريبة. العمود كمان مكسر، العمود مكسر، ده شنو ده؟ ده من العمل التخريب ده، وأجزاء التور كلها محروقة. وبعد بحث واستفسار عرفوا إنه جدعون ابن يواش هو اللي قام بالتخريب ده، وأهل القرية قالوا ليواش الولد ده لازم يطلع هنا، ده لازم يلقى جزاءه، لازم نقتله، يموت، ده عمل يستحق عليه والموت. طلعوا لنا هسه برا. ايوه يلا اول ده عمل عملية كعبة، عمل عملية صعبة جدا جدا، عشان كده لازم يموت. طلعوا هسه، لازم نقتله هسه من هنا، طلعوا لنا برا، جيبوا لنا، لازم يموت، هنقتله، نقتله، هنقتله، هنقتله، ده عمل عملية قصية، هنقتله. يا جماعة انتوا بتدافعوا عن البعل مش كده، وبتحاولوا ينقاذوا اللي هيحاول يقتل ولدي، انا كمان حاقتله. البعل اللي بدافعوا عنه ده ما اله حقيقي، لانه اذا كان اله فعلا خلوه يدافع عن نفسه، لا ما لا 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 لانه منصته اتهدمت، لازم يموت، يدافع عن نفسه، لازم يموت، يعني لازم هنقتله، لازم هنقتله، خلوا البعل يدافع عن نفسه. وبعد كلام يواش ده ناس الغرية سكتوا، ما قالوا اي شيء تاني، لكن من اليوم ذاك أهل القرية سموا جدعون يربعل، ومعناها البعل ينتقم منه لأنه هدم منصته. طيب يا شباب الليل خلونا نقف هنا ونواصل بإذن الله في المرة الجاية قصة القائد جدعون. شكرا يا خالد، شكرا، شكرا يا خالد، تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.